الصلاه والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. الحقيقه انا فاضل يعني بقالي فتره كبيره قوي ما استعملتش البرنامج ده، يعني ما حسيتش نفسي كده بذاكر بتركيز. يعني عايزاكم تدعوا لي لانه والله العظيم في حاجات كتير قوي متلخبطه دلوقتي، يعني فربنا يستر. اول حاجه طبعا نيوتريشنال ديس اوردر، يعني في اضطرابات في التغذيه. فدلوقتي هو احنا عندنا حاجه اسمها نقص فيتامينز، تمام؟ فهناخد التيتانس اللي هو بيبقى بسبب نقص الكالسيوم ده لو فاكرينه، والريكتس اللي هو بتاع فيتامين دي برده، والسكارف اللي هو بتاع فيتامين سي، نقص 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 يعني، تمام. طيب وفي عندنا برضو مال نيوتريشن ديزيز زي المارازمس والكواشركر وفيلير تو سريف، اوكي، وهناخدهم دلوقتي بالتفصيل. ويعني ايه دي الاوت لاينز لسه. طيب تصنيف زي ما قلنا يا جماعه ان نقص فيتامين دي يا اصدقاء بيجيب لنا ريكتس وتيتانس. طيب فيتامين سي بيجيب لحضرتك سكارفي بتشرد. طيب مال نيوتريشن ديزيز، اول حاجه احنا عندنا بروتين انرجي. مال نيوتريشن ديزيز يعني الامراض دي بتيجي بسبب نقص البروتين. طب ايه هي بقى الامراض اللي بتيجي بسبب نقص البروتين؟ الكواشركر والمارازمس. طيب وفيلير تو ايس ريف، فيلير تو ريف دي يعني فشل في النمو، في مشكله في النمو وهكذا. طيب اول حاجه نيوتريشن ريكتس از ادابشن ديزيز ديو تو لاك اوف فات سولبل فيتامين دي. خلاص يبقى فهمنا يا شمس، الريكتس ده بيبقى والله مرض، والمرض ده بيجي بسبب نقص فيتامين دي. سينس فيتامين دي انكريز ابسوربشن اوف كالسيوم اند فوسفور فروم الجاسترو انتستين اكسكريشن اوف فوسفيت، لاك اوف فيتامينز ليد تو ديستربنس لتراكت اند ديكريز لينر كونسنتريشن اوف كالسيوم. يعني بيقول لحضرتك لما فيتامين دي ده بيزيد او امتصاصه بيزيد، نفس الكلام بيبتدي زياده، يعني لما فيتامين دي بيكون موجود بيزيد امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الجهاز الهضمي. خلاص كده. طيب اما بقى نقص الفيتامين ده هيؤدي الى اضطرابات في الجهاز الهضمي، وهيقل طبعا تركيز الكليه من الكالسيوم والفوسفور. هيقل تركيزهم فين؟ هيقل تركيزهم في الدم، لان هيبتدوا ينزلوا مننا، انتوا فاهمين؟ يعني هيبتدوا ينزلوا بقى في البول وبتاع، فهيقل تركيزهم في ايه؟ في الدم وفي التيشو، تمام. ذا برايمري كوز اوف فيتامين دي ديفيشنسي. طب ايه سبب نقص فيتامين دي؟ قال لي انفولف انتربلاي اوف نيوتريشن ان اديكواسي. الفكره انك ما بتاكلوش كفايه فيتامين دي، او سان لايت اكسبوجر، ما بتتعرضوش للشمس كتير، لك يعني نقص تعرضكم للشمس. نيوتريشن ريكتس ذا موست كومن فورم اوف بون ديزيز. الريكتس ده بقى اللي بيجي بسبب فيتامين دي اللي هو ايه؟ طبعا مشاكل في العظم، بيأثر على الانفانت واليونج تشيلدرن. خلاص انا شايفه ان المقدمه مفيش اي حاجه، فيتامين دي موجود، امتصاص الكالسيوم والفسفور عالي عالي قوي قوي في الجهاز الهضمي، والحمد لله بنستفيد منه. فيتامين دي مش موجود، بينزلوا يا شمس في يعني جسم، بينزلوا بقى في البول مش عارف في مخرجاتنا يعني، وما بيبقوش موجودين في الجسم. طب نقص فيتامين دي ده بيجيب ايه؟ بيجيب لا قدر الله ريكتس. الريكتس دي بتاثر على ايه؟ بتاثر على العظم. متشكرين قوي. طبعا حضراتكم شايفين اهو ما شاء الله الشمس طلعت لنا فيتامين دي، السكن طبعا خده، بعد كده على الليفر، الليفر طبعا عمل لي هيدروكسي فيتامين دي 2 تقريبا، بيعملوا عمليات اكسده او حاجه شبه دي. انا طبعا مش يعني مش شطوره في الكيمياء، فالله تعالى اعلى واعلم ايه اللي حصل. نزل بقى على خلص من الكبد، نزل على الكليه، بعد كده الكليه طلعته لي فيتامين دي بالظبط. وطبعا فيتامين دي بقى بيروح، هو طبعا انتوا عارفين في دي 1 دي 2 مش عارفه ايه، دي حوارات اكسده او حاجه شبه كده، طبعا ميتابوليزم، مش انا بقول ايض او اكسده يعني، حاجات شبه كده. طيب بعد طبعا ما بقى فيتامين دي السليم اللطيف راح بقى للعظم وبس كده وشكرا بقى، تمام ماشي ربنا يستر. اظن الرسمه دي فاكسه، مستني. بريدس بوزنج فاكتورز اوف تو نيوتريشن ريكتس، تمام. برضو على فكره ما تقلقوش، يعني انا في نهايه الفيديو هجيب لكم حوار الميتابوليزم بتاع فيتامين دي وخطواته ومش عارف ايه، هحاول نوصل لها الحل يعني، ما تقلقوش. مش عايزه بس افتح الداتا دلوقتي لان هيجي رسائل كتير قوي، انا مش عارفه في ايه يعني الفتره دي فعلا بقى في رسائل كتير، مش عارف سبحان الله الفتره اللي ببتدي اذاكر فيها بالرسائل بتزيد. بريدز بوزنج فاكتورز تو نيوتريشن ريكتس، يعني ايه هي بقى العوامل اللي بتؤدي للمشاكل دي كلها؟ والله اول حاجه شمس، هي ممكن تكون عوامل هيريديتي، يعني عوامل وراثيه. dark skin people living in temperature zone don't receive an adequate amount of vitamin D from sun rays because dark skin is a lux ultraviolet ray. خلاص يعني هو بيقول لك الناس اللي هي بشرتهم غامقه، تمام، عايشين في درجات حراره فما بيستقبلوش كميه كافيه من فيتامين دي بسبب اشعه الشمس عشان هم بشرتهم غامقه بالبلدي كده يعني. طب الايدج، العمر. نيوتريشن ريكتس ماي اوكير ات اني تايم، بيحصل في اي وقت يا جماعه، وبالاخص من 3 شهور ل 3 سنين. طيب artificial feeding، artificial feeding اللي هو
artificial feeding يعني اللي هو ال breastfed infant isn't likely to suffer rickets if the mother received adequate amount of milk. يعني بيقول لك لو الطفل يعني بيرضع كويس وبياخد من والدته كمية لبن كويسة مش هيجيله rickets يعني. خلاص يبقى طبعا سؤال شبه ده ممكن يجي، وانتوا فاهمين ان في الشفوي احنا محتاجين الايه العناوين الرئيسيه. يعني انت بعد ما تخلص المحاضره نصيحه مني كشمس تعملها لنفسك في صوره، يعني مثلا اول حاجه تجيب كده تقول مثلا اللهم صل على النبي، يعني تقول مثلا ايه هو الديفينيشن اوف ريكتس، فاهم قصدي؟ كده بريد سبوس فاكتور تو نيوتريشن ريكتس، تاخد العناوين يا صديق وتحاول تبتدي تجاوب عليها، تمام كده؟ بس ده قصدي يعني. ماشي، يبقى انا قلت لكم العوامل، اول حاجه هريديتي، تاني حاجه الايدج، تالت حاجه ارتفيشال فيدنج، رابع حاجه البريماتور، لو الطفل ده اتولد بدري ده بيزود احساس الريكتس وكده. ليه بقى؟ بيكوز ذا ديسبوت اوف كالسيوم اند فوسفور ات بيرث ار ان ادكوات، لان الكالسيوم والفوسفور ساعه الولاده بيكونوا مش كفايه. خلاص، لاك اوف سان شاين، لو نقص طبعا تعرضه للشمس، ويندو جلاس لو مثلا في يعني شبابيك من ازاز يعني ما بتدخلش شمس او حاجه، كلاودز سحب فج ضباب دست تراب سموك تدخين، كل الكلام ده طبعا بتحجب وصول اشعه الشمس. سيزون اللي هي الفصول، انسنس اوف ريكتس از جريتس ان ذا ليتر وينتر اند ايرلي سبرينج، بيقول لك ان حدوث الريكتس ده اللي هو بيأثر على العظم يا صديق بيحصل في الشتاء وفي الربيع، الشتاء في اخره والربيع في اوله. خلاص كده، الشتاء في اخره والربيع في اوله. طب الريكتس ري، خلاص وجعت لنا دماغنا، واحنا برضو كل اللي عرفناه عن الريكتس انه بسبب نقص فيتامين دي وبيأثر على العظم. طب بيأثر عليه ازاي؟ صلى على النبي بقى. هو مش بيأثر على العظم بس قد ما بيأثر على الجسم كله. اول حاجه الهيد بالنسبه لنا بتبقى لارج، تكبر عامله زي السكوير المربع. الانتيريور فونتانيل بتقفل متاخر، طبعا هي في الغالب بتقفل عند 16 ل 18 شهر، لا هي الهانم دي بتقفل متاخر عن كده. الكرانيال بون بتبقى سوفت، بتعمل حاجه اسمها كراكينج ساوند اندر بريجر، الحاله دي اسمها كرانيو تيب. خلاص زي ما انتوا شايفين كده في الصوره، وبقاب كده سجاب وبقاب كده. يا رب عافينا يا رب، عافي اطفالنا اللهم امين. طب السوركس، السوركس بقى بالنسبه للصدر بيعمل حاجه اسمها بيجن شست، صدر الحمامه كده، بتحسوه اللي هو بروتروجن خارج كده لبره باظظ لبره. الصوره هي قدامكم تمام. شوز راكت ريسوسري بيدنج اوف كوسكوراندر جانكشن. طب ايه كمان؟ هاريسون جروف باي لاترال ديبريشن ات سايت وير دايجرام از اتاكت تو ريبس. يعني بيقول لك يا صديق في المكان اللي الدايجرام بيدخل فيه مع الضلوع او تدخل فيه مع الضلوع تبتدي تلاقيه داخل لجوه، يبقى الصدر ذات نفسه عامل زي صدر الحمامه، عامل بروتروجن لقدام من عند الاسترنم كده، في المكان اللي بيبتدي الدايجرام يعمل اتاكد مع الريبس تبتدي تخش جوه، فبنسميه ديبريسد ريبس يعني داخله لجوه. اسمها ايه الحاله دي؟ هيرسون جروف. وين الانفان از اولد انف تو سيت ادورزال كيمفوزس ديفلوبس. خلاص طبعا الصوره اهي زي ما انتوا، وفي طبعا لوردوزس، لوردوزس يعني العمود الفقري بيبقى كده، في مشكله فيه يعني اعمل كده. طيب نبتدي نشوف الصوره، اول حاجه بيقول لك بروترودنج فور هيد، يعني الجبهه من قدام بتبقى يا صديق كده مقبقبه زي ما بيقولوا، بيجن شست صدر الحمامه زي ما اتفقنا، ديبريسد ريبس الضلوع داخله لجوه، اللارج انفيزت ريست تبقى كبيره، الريست بيبقى كبير تمام. ايه تاني؟ بروترودنج ابدومن، البطن برضو مبقبقه اهي من قدام، اللارج انفيزس از انكل، الانكل نفس الكلام انفيزس. ايه كمان؟ لارج هيد، الراس كبيره تمام. كيرفد هاميرس، شوفوا هاميرس عظمه الهاميرس كيرفد، هاميرس ده فوق في الدراع ماشي. طيب كيفوزس زي ما احنا شايفين، كيرفد راديوس، الراديوس برضو كله كيرفي يعني مفيش حاجه منتظمه، كيرفت فيمر زي ما انتم شايفين كيرفي كده، كيرفت تيبيا في بيولا لتحت في الرجل ما شاء الله. طب البلفس اللي هو الحوض بيبقى فيه ديفورموتيز يعني تشوهات، وبيبقى سمول وبيبقى نارو. طب الاكستريميتس الاطراف بيبقى زي ما انتم شايفين يا اصدقاء باودي لج كده زي ما انتم شايفين، ويس فلات فوت، الرجل بتبقى فلات، ده سوفت طبعا للبون فبيؤدي الى فراكتشر يعني العظم طبعا بيكون هش جدا فممكن يتكسر. وانفيزيل اللارجمنت للريست والانكل زي ما اتفقنا بيكبروا. طيب بعد كده يا صديق بالنسبه للماسلز بيحصل لها ريلاكسيشن خالص، ات اني ميك اوف ذا تشايلد تو بي كونستيبيتد،
فبالتالي بيحصل له امساك، يبقى الابدومين ماسلز بيحصل لها ريلاكسيشن، وده ممكن يؤدي الى كونستيبيت يعني امساك. خلاص يبقى نقول تاني كده بشيء من العجاله. والله يا شمس الاعراض قلنا الهيد تقول كبيره بتتاخر في القفل شويه، الكرينيال بون بتبقى سوفت، السوركس زي ما اتفقنا بيجن تشيست او ان هو بيخش لجوه، او الهيرسون جروف زي ما قلنا الدايفرام بيخش جوه عند الريبس. تمام مش عند السباينال كولم بيحصل حاجه اسمها سكلوزس وشفنا شكله، والكيفوزس يعني بيبقى كل حاجه كيرف كده سكلوزس وكيفوزس. وبعد كده يا اصدقاء البلفس تشوهات وسمول ونارو، الاكستريميتس نفس الكلام بتبقى كده زي ما انتم شايفين في الصوره، نوك الرجل فلات وهي باود كده لما تقول متقوسه. تمام والانكل برضه لارج بيكون كبير بسبب الانفيزيما. المصل بتبقى ريلاكسيشن عند الابدوم المصل فبيعمل كونستيبيت امساك. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل اكس راي طبعا، اكس راي على الريست وعلى الانكل. طب في لو ودينا المعمل، لو ودينا المعمل هتلاقي الفوسفور قليل وده طبيعي، وهيزيد قوي الالكالين فوسفيت، اليورين هنلاقي فيه نازل فيه فوسفات وامينو اسيد يوريا، وهيزيد كمان الباراثايرويد هرمون. يبقى انا لو عملت نتائج المعمل عشان اشخص الريكتس يا اصدقاء هلاقي الفوسفور قليل، قليل فين؟ قليل في الدم، لان اتفقنا ان هو الفوسفور والكالسيوم هيبتدوا ينزلوا فهيقلوا في الدم، هيزيد السيرم الكالين فوسفيت في الدم. طيب في اليورين بقى هلاقي زي ما قلنا هينزل فوسفاتوريا وامينو اسيدوريا، وهيزيد الباراثايرويد ايه هرمون فين؟ في اليورين. خلاص يا رب، لا انا اسفه يا جماعه مش هيزيد في البول ولا حاجه، الباراثايرويد هرمون هيزيد في الجسم. خلاص كده يبقى دلوقتي هو بس عشان ما تتهوش، اللي هيزيد في الجسم السيرم الكالين فوسفيت والباراثايرويد هرمون، طب اللي هيقل الفوسفور. طب ايه اليورين هينزل فيه؟ ايوه هينزل فيه فوسفات وامينو اسيد يوريا. فهمتوني؟ طيب ازاي بقى نمنع ريكتس ده ان هو يحصل؟ طبعا هو عشان نمنعه المفروض ان احنا نتعرض لضوء شمسي كافي، وغير كده وكده كمان ناكل ونشرب كويس. طيب sufficient amount of ultraviolet and sunlight each day and adequate supplies of calcium and phosphor in the diet can prevent ricks. يعني بيقول لك لو انت تعرضت لضوء الشمس بشكل كافي يا صديق وخدت كالسيوم وفوسفور يبقى انت كده زي الفل. darker skinned babies need to be exposed longer to ultraviolet rays. لو الاطفال بشرتها اغمق محتاجه تقعد فتره اطول عشان تستفيد، لان احنا اتفقنا ان البشره بتاثر في امتصاص الايه فيتامين دي. زي ما حضراتكم شايفين ادي فيتامين دي موجود في الدايت. تريتمنت انفولفز انكريز دايت انتيك اوف كالسيوم وفوسفات وفيتامين دي، وبرده التعرض للسان لايت. طيب فيتامين دي بقى مهم في ايه؟ قال لي اولا فيتامين دي اسينشال فور الاو البادي تو ابتيك كالسيوم فروم يوز ان بروبر بون كلاسيفيكيشن اند مينتيننس. sufficient vitamin D level can also be achieved through diet supplementation. Infants who are breastfeeding may not get enough vitamin D from breast milk alone. For this reason, infants who are exclusive breastfed receive daily supplements of vitamin D from birth until 12 months of age for 400. For those older, 600 of vitamin D through diet or supplementation is advised. بتقولي كلام زي الفل. ايه هو بقى؟ الله تعالى هنحاول مع بعض. يا جماعه فيتامين دي ضروري جدا جدا جدا. ليه؟ لانه بيسهل كمان امتصاص الكالسيوم يا جماعه. طب احنا بنستعمل الكالسيوم في ايه؟ طبعا بنستعمل الكالسيوم لتقويه العظام والحفاظ عليها، ده معروفه من زمان يا من زمن الزمن يعني. طيب فيتامين دي لما يكون كافي كمان يا شباب هيخليك تاكل كويس وهيساعدك يعني انك تحقق الاكتفاء الذاتي في الاكل. طيب الاشخاص او الاطفال اللي هم بيرضعوا يعني ممكن ما يبقاش بياخدوا فيتامين دي كفايه من اللبن اللي هم بياخدوه، عشان كده يا جماعه المفروض ان هم نديهم مكملات غذائيه من فيتامين دي من اول الولاده لحد 12 شهر. طب بياخدوا قد ايه؟ بياخدوا 400، ولو هم اكبر بياخدوا 600، لان اللبن مش كافي بس احنا المفروض بنديهم يعني مكملات غذائيه. طب ازاي بقى تريتمنت؟ ازاي نعالج؟ ما هو دلوقتي ريكتس، فعشان عنده ريكتس يبقى احنا نعالجه. يعني نعالجه يعني ايه؟ نديله فيتامين دي. طب هنعالج ازاي؟ قال لي يا شمس يا اما باورال ادمنستريشن للارج دوز اوف فيتامين دي، يعني هتعالج بانك هتديله جرعه من فيتامين دي حوالي من 1500 ل 5000، او اورال كالسيوم ثيرابي شود بي اسيد ويز فيتامين دي ثيرابي، وتديله كالسيوم. تمام ماشي، يبقى ده على الاورال لان الموضوع مش صعب خالص. بديله اورال، هتديله ايه؟ هتديله فيتامين دي وكالسيوم. شكرا. طب فيتامين دي جايب لك الايه؟ هتديله قد ايه؟ من 1500 ل 5000. طب انجكشن او هتحقن فيتامين دي، يعني هتديله عن طريق الحقن، هتديله عن طريق الانترا ماسكولار مثلا كل 3 اسابيع 3 جرعات.
if no healing after 3 dose rickets is considered vitamin D resistant rickets. يعني بيقول لك يا جماعة لو انت اديته 3 جرعات من فيتامين دي وما تعفاش يبقى هو ريكتس ومقاوم للفيتامين دي. Both breastfed and bottle fed infant should receive supplemental vitamin D. زي ما اتفقنا لو هما بيرضعوا بديهم مكملات غذائية من فيتامين دي حوالي 400، يبقى هو العلاج فيتامين دي سواء بتديهوله اورال او بتديهوله عن طريق الحقن. خلاص يا صديق. طيب ايه هو بقى دور التمرين؟ اول حاجة gently handle and turn it frequently. المطلوب مني ان انا اعتني بيه، احرك الطفل، مش عارف ايه، اهندل شكله وهكذا. ايه كمان؟ keep from putting their weight on legs and or spinal column. فاهمين ان كل حاجة متقوسة، فخليه يعني احافظ ان هو يحط الويت بتاعه او الوزن بتاعه على الليجز او السباينال كولم. تمام. هوين ليفت شود نيفر بوت بريشر اون بون اوف شيست. يعني بيقول لك لما يجي يشيل حاجه ما ينفعش يحط الضغط على عظام الصدر. طبعا دايبر، الدايبر بتبقى لوزلي شويه. ليه يا جماعه؟ هو هش، عظمه هشش، كل حاجه هشه، ما ينفعش بالبلدي كده تشد عليه خالص. لاي اون فيرم ماتريس وينام على مرتبه حلوه. خلاص كده. يبقى حاولوا على قد ما تقدروا ان هم ما يتقلوش على، يعني ما يتقلوش وزنهم على سباينال كولم او على رجليهم. فاهمين؟ خفه في خفه في خفه في خفه، بسبب زي ما قلت لكم ان العظام هشه. تمام. وما يعملوش بريشر برده على عظم الصدر وهم بيشيلوا، والدايبر تكون لوز ويقعدوا على حاجه ايه، فيرم وكده. ماشي. قبل بس يا جماعه ما اسيب فيتامين دي، زي ما انتم شايفين بيقول لك ان فيتامين دي، معلش جبتها بالعربي، فيتامين دي او فيتامين د، حسبي الله ونعم الوكيل. فيتامين دي او فيتامين د من الناحيه التقنيه ليس فيتامين اساسي، لا احنا ممكن نعتبره هرمون. فيتامين د ده هو عباره طبعا عن مجموعه سايكوسيتوريدات او سايكوستيرويدات. المهم انها بتذوب في الدهون، مسؤوله عن امتصاص الامعاء للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات. يعني لما بيبقى موجود بيسهل الامتصاص سواء للكالسيوم او المغنيسيوم او الفوسفات والعديد من التاثيرات البيولوجيه الثانيه. خلاص كده. طيب هتقولي الحاجات دي ليه؟ عشان نوضح الرسمه اللي قلت لكم هنبقى نوضحها ان شاء الله. المصدر الطبيعي له طبعا هو ايه بقى؟ هو تخليق الكوليكسيفيرول في الطبقات السفليه من البشره. يعني بيحصل تفاعل كيميائي كده، مش انا قلت لكم ده شغل كيمياء، بيعتمد على التعرض ايه للشمس. يبقى هم بيتناولوا الكوليكسيفيرول ده من النظام الغذائي ومن المكملات الغذائيه، ماشي معانا، مثل لحم الاسماك الدهنيه، تحتوي بشكل طبيعي على كميات كبيره من فيتامين دي. طب انجز بقى، انا هقرا ده كله. المهم هو يا جماعة بيبقى في الأول غير نشط بيولوجي. طيب بينشطوه ازاي؟ عن طريق خطوتين لهيدروكسيل انزيم البروتين. الأولى بتبقى في الكبد والتانية بتبقى في الكلية. يبقى فيتامين د احنا بنمتصه، بنمتصه عن طريق جلدنا. بيقول لي يا شمس هو في الأول بيبقى غير نشط. طب بنتنشط ازاي؟ بخطوتين هيدروكسيل انزيم البروتين. الأولى بتبقى في الكبد والتانية بتبقى في الكلية. فيتامين د ده يمكن تصنيعه بكميات كافية من معظم الثدييات في حالة التعرض لأشعة الشمس الكافية. خلاص شكرا. مش عاوز أكتر من كده والله. مش استنى نشوف آلية العمل دي. زي ما اتفقنا اهو يا جماعه، يتم تحويل فيتامين د في الكبد لكاليسيدول. اهو نحوله لكاليسيدول، هو اسمه كده كاليسيدول او كالسيفيديول، حاجه من الاثنين، او 25 هيدروكاسيكوليك اسيفرو. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ هيدروكسيفيكالسورفرول، مش عارف ايه. ماشي ما علينا، بنختصرها بالحوارات دي. وهي مستقله بفيتامين د محدد يتم قياسها في الدم. ماشي شكرا. والخطوة التانية في الكلى. طب خلاص كفاية بقى 18 دقيقة قوي على فيتامين دي، يعني مش مستاهل اكتر من كده. ناخد التيتانس كمان بقى مع فيتامين دي. التيتانس او التيتاني هو هايبر اريتابيليتي للنيرو ماسكولار سيستم ديو تو لاك اوف ايونز اند كالسيوم. يعني ببساطه الكالسيوم قل فحصل تكززات وتهيج في العضلات. مي بي اسيد ويز ريكتس بات نوت اول راكت تشيلدرن هاف تيتانس. يعني بيقول لي يا شمس هو ممكن التيتاني ده يرتبط بالريكتس، بس مش كل الناس او مش كل الاطفال اللي عندهم ريكتس عندهم تيتاني. تمام. طيب بيحصل برده من 3 شهور ل 3 سنين شبه الريكتس تقريبا. الاعراض بسبب زياده الاريتابيليتي ديو تو انكريز نيورومسكولار اريتابيليتي. عندي يا جماعه تو ستيجز في التيتاني، في لاتنت تيتاني وفي مانيفست تيتاني. تمام. اول حاجه اللاتنت تيتاني. ايه اللاتنت تيتاني ده؟ التشايلد هاز لو سيرم كالسيوم ليفل اقل من 7 ل 15 مللي جرام لكل 100 مللي. لما يبقى في الدم لكل 100 مللي دم نسبة الكالسيوم فيه اقل من 7 ل 15. But no obvious symptom other than muscular irritability. بس بيقول لي يا شمس ما بيبقاش فيه يعني اعراض واضحة الا اذا الا تهيج العضلات. تمام.
ماشي. تروزو ساين، تروزو ساين مسل سبازم اوف الريست اند فور ار مسل ذات اوكير افتر اوكلوجن اور بلوكينج اوف البراكيال ارتري ذا مين بلاد فيزل اوف الارم وذ ا بلاد بريشر كاف. تروزو ساين از يوزد تو انماسك لاتنت تيتاني ان تشيلدرن وذاوت ايفيدنت سيمبتومز اوف هايبوكالسيميا. زي كده دي التروزو ساين. تاني يبقى زي ما حضراتكم شايفين لاتنت تيتاني زي ما اتفقنا نسبة الكالسيوم اقل من 7 لـ 15 لكل 100 ملي. التروزو ساين قال لي دي شمس في تقلصات في عضلات الساعد والفورارم تمام. طيب المين في البراكيال كمان تقلصات في البراكيال ده الاساسي يعني. كويس التروزو ساين دي بستعملها ليه؟ يوزد تو انماسك لاتنت تيتاني ان تشيلدرن يعني نشيل القناع من على اللاتنت تيتاني من غير without evident symptoms of hypocalcemia يعني بيقول لي من غير ما يبقى فيه اعراض واضحة يعني نقص الكالسيوم يعني الحاجة الوحيدة اللي بتبقى واضحة التروزو ساين. مش فهمنا ان manifest تيتاني بقى ماله بقى المانيفست تيتاني ده السيرم كالسيوم ليفل بيبقى تحت 7 هناك كم 7 لـ 15 ده بقى تحت 7 muscular twitching the hands are abduct. abduct يعني بيبعدوا ولا بيقربوا؟ بيبعدوا تمام. The wrist flexed and the foot expanded يعني الريست بيتني والفوت الرجل يعني بتتمدد. تاني يا جماعة ما تخافوش التروزو ساين ده تبع اللاتنت. التروزو ساين تبع اللاتنت ما بيبقى ظاهر اي اعراض غيره. في المانيفستيتي تاني بيبقى اقل من 7 وقلنا ابدكت بيبعدوا عن بعض المسكولر عضلات الايد بتبعد عن بعضها والريست اللي هو الرسغ فليكسد بيتني والفوت اللي هي الرجل بتتمدد. خلاص كده. طيب نكمل التوز اللي هو اصابع القدم فليكسد يعني بتتني والسول بيبقى قبض. السول اهو بيبقى قبض يعني شكل القب كده متني شوية زي القب ده هند فاهمين مش تمام. الارمز والليجز ادكت يعني بتقرب من بعضها وفليكسد بتتني وفي سبازمز كتير كده. اللارنكس برضو سبازم تمام. اي هاي بيتش كاوينج ساوند اون انسبيريشن بتطلع صوت كده عامل زي صوت كاو يعني كاو صوت البقر كده دي تو سبازم اوف ادكتور ماسلز اوف اللارنكس تو بول الفوكال كورد وكده اف السبازم السيرفر. ريسبيريشن بيقل وبيظهر كمان سيانوزس وكونفالجنت تشنجات يبقى بشيء من العجاله لاعراض التيتاني. التيتاني في المانيفست كل الاعراض ظاهره تتمثل في ايه؟ ان كل حاجه متنيه العضلات متنيه وبعيده مثلا عن بعض سوري ابدكت يعني قريبه من بعضها اللي هي عضلات الايد. الكاحل برضو متني واخد بالك بس الرجل هي اللي مفروده عشان بس ما تتلخبطوش. التوز برضو متنيه والسول عامل القب كده كانه متني على نفسه كده شكل القب كده. الارمز والليجز نفس الكلام قريبه من بعضها بس برضو متنيه. سبازم تقلصات في اللارنكس مثلا بيطلع صوت عامل زي الكاو تمام. العضلات بتاعه اللارنكس بقى على عكس الماسلز بتاعه الايد لان الماسلز بتاعه الايد بتقرب لا بتاعه اللارنكس بتبعد عن بعضها وبتخلي الفول كورد مع بعض بتسحبهم مع بعض يعني. الريسبيريشن قلنا بيقل وبيظهر لي سيانوزس. طيب التشخيص ايه يا جماعه؟ تيتانس. طيب نقص الايه؟ الكالسيوم وارتفاع الالكالين فوسفيت ليفل. يبقى في الدم بيبقى فيه نقص كالسيوم ومين اللي بيزيد؟ الفوسفايت الكالين فوسفات ليفل. طب العلاج؟ طبعا العلاج هتدي كالسيوم، هتدي كالسيوم جلوكونيت 10% اي في سلولي لا اما دايزبام اي في برده جرعه واحده لا اما في الريسستنت كيس هندي مغنيسيوم سلفيت. يبقى لا اما بدي كالسيوم جلوكونيت لا اما مغنيسيوم سلفيت لا اما دايزبام. طيب المينتنس ازاي نحافظ على الموضوع ده؟ كالسيوم اورال كالسيوم من 200 ل 500. يبقى نقول تاني يا جماعه كالسيوم جلوكونيت او دايزبام او مغنيسيوم سلفيت او اورال ايه كالسيوم. خلاص كده يا صديق. ده بس الحاجات اللي فوق دي ايميديتلي اللي هو فورا فورا ادي كالسيوم جلوكونيت او فورا ادي دايزبام او فورا ادي مغنيسيوم سلفيت. لكن ده حاجات بنمشي عليها بقى بنتابع عليها بعد كده خد اورال كالسيوم بنسبه كذا لكذا ليه؟ عشان ما تحصلكش عشان النوبات ما تحصلكش فاهم. طيب كده ولله الحمد خلص مين؟ خلص التيتانس. ناخد اخر نوع اللي هو ده كله تبع نقص الفيتامينات عشان كده
اتعمدت ان هم بيبقوا في فيديو مع بعض، اللي هو السكارفي. السكارفي ده بيبقى lack of water soluble vitamin C، نقص فيتامين سي، وطبعا فيتامين سي بيذوب في الميه. فيتامين سي given to infant in form of orange juice، بندي فيتامين سي ده للاطفال في صوره عصير برتقال. should never be boiled، ما ينفعش نغليه، وفيتامين سي لازم ناخده من الاكل. طيب الاعراض: زودو paralysis is due to tenderness of limbs and pain produced on movement that result from suffer steel hemorrhage. يعني ايه يا جماعه؟ يعني بالظبط شلل، شلل بيسموه شلل الكاذب، وبيحصل تندرنس للاطراف ووجع ومش عارف ايه في الحركه وهكذا، وقد يصل الموضوع لنزيف. فروج بوزيشن، وضع الفروج، الهيب والني ار سيمي فليكسد. يعني يا جماعه الركبه والهيب بتبقى شبه كده متنيه، والرجل بتبقى روتيت بعيده كده عن بعضها. طيب الانفانت بيبقى ريتابل، متهيج وعصبي، وطبعا انيميا، وبتؤدي الانوركسيا وهيموريدج، يعني فقدان شهيه وكمان نزيف، ويبقى شكله شاحب، وممكن بلوش بيربل يظهر لون بنفسجي كده مزرق وورم ممتع. وهيموريدج مي بي سين ان سوفت تيشو اراوند الايز، ممكن كمان الاقي حوالين العين كده في الانسجه اللي حوالين العين برده نزيف، وممكن يظهر في السكن برده النزيف وكده زي ما انتم شايفين في الصوره بالظبط. يبقى الاعراض تاني يا حبايبي ببساطه: زودو بارالايزس، تمام، والم وفي الاطراف، وهيموريدج، فروج بوزيشن، وقلنا وضع فروج بوزيشن ده والهيب والني بتكون شبه متنيه، الانفان بيبقى متهيج وعصبي، وانيميا بتؤدي لفقدان شهيه ووش شاحب وبرضك نزيف، ولون الجلد زي ما اتفقنا بيبقى بلوش بيربل سوولن بليدنج جامز. جامز دي اللي هي الشفايف، الشفايف بتبقى زرقاء وبنفسجه مش عارف ايه مورمه وفيها نزيف، وممكن الاقي والله لا قدر الله كمان دم في الترجيع وفي البراز بتاع الطفل، وهيموريدج. يعني بص هو هيموريدج دي تقول في اي حته، في شفايفه، في الاستول بتاعه، في الترجيع بتاعه. الهيموريدج ممكن اشوفه على الانسجه بتاعته، في انسجه عينه مش عارف ايه كده يعني. طيب الدايجنوسيس، التشخيص، طبعا الاعراض اللي احنا قلناها فوق دي كلها طبعا هي اللي هتدل على التشخيص. طب نعالج ازاي يا صديق؟ قال لي في الحالات دي يا شمس بتدي اورال ادمنستريشن لفيتامين سي سافيشنت او نورمال ريكويرمنت اوف فيتامين سي. ان سيفير كيسز، لو الحالات شديده قوي، بتدي فيتامين سي بس عن طريق الحقن، حوالي 200 ملي جرام يعني يوميا تقريبا. خلاص يبقى لو الحاله بسيطه، بسيطه كده وظريفه، بتدي اورال من 50 ل 100 في اليوم. تمام. ولو اولد تشيلدرن 40 ملي جرام، لو ادلوسنت بيبقى من 45 ل 60 ملي جرام كده كويس. لكن لو الحالات شديده قوي شمس يبقى بارنترال 200 ملي جرام، يعني زادت الضعف على طول. ماشي. طب دور التمريض ايه؟ طبعا المفروض احنا نيرسين كير سنتر اباوت الدايت والميديكيشن، احنا بناخد بالنا من الادويه بشكل عام. جنتل، نخلينا كده طيبين ونتعامل معاهم بجنتله. نمنع الانفكشن، حاجه ضروريه جدا. تشينج البوزيشن، نغير اوضاعهم. الماوس طبعا لازم ننضفه ووتر وبتاعه كده. وفي الدايبر الانفانت باتوكس مي بي اليفيت، ارفعيها. والدايبر سليد اندر فروم السايد. اولسو الباتوك شود نيفر بي ليفت باي اليفيت ليجز از از كاستمري وذ ا ويل تشايلد. يعني بيقول لك الباتوكس ما ينفعش ابدا ترفعيها عن طريق انك ترفعي الرجلين زي ما معتاد في الطفل العادي. يعني الريكتس الوضع مختلف، لان هو بيقول لك على فكره في الدايبر هنا وانت بتعمليها سليد اندر من الجنب، بيقول لك ما ينفعش يعني وانت بتدي يعني بتركبي الحفاضه، الدايبر دي اللي هي الحفاضه، ما ينفعش ترفعي الرجل زي ما بتعمليها في الطفل العادي. تمام. مش عارفه الصراحه ازاي بيركبوها من الجنب يعني، بس ما علينا، احنا هنمشي تبع الكتاب. والى هنا خلصت نقص الفيتامينات. ربنا يقدرنا بقى على الامراض اللي هي بتاعت نقص البروتين. 12 صفحه، ربنا يكرم يا رب. والفيديو برده ما يطولش عن نص ساعه يعني كده يعني، اتمنى. اللهم اني استودعكم ما فهمت وما قرات وما حفظت وما سمعت، دعوا الينا عند حكتني اليه يا رب يا كريم. دعواتكم بصلاح الحال، وان يكون مراد القلب والقدر. سلام.